هل ممكن شدة الحب والاهتمام والخوف على أولادنا يوصلنا إننا نسيب أذى ليهم؟ أحياناً ده بيحصل، أهالي كتير جداً بتعمل كل حاجة من منطلق الحب، لكن في الحقيقة وقعها بيكون مؤذي على الأبناء، ولما الولاد بيعبروا إنهم مش مرتاحين أو متضايقين أو حتى رافضين بيكون الرد عليهم معلب وجاهز، إحنا بنحبك وعارفين مصلحتك أكتر منك، بيتحول الحب لمبرر للأذى، وكل ده بيحصل من غير وعي من الأهالي. تعالوا نفهم أكتر في الموضوع ده من دكتور طارق إلياس المتخصص في التعديل السلوكي. أهلاً وسهلاً يا دكتور، منور. أهلاً بيكم جميعاً، ده أنا سعيد بيكم جداً. الله يخليك دكتور طارق. الأول كده أنت وحشنا جداً جداً. وأنت كمان جداً. والتوبيك النهارده أو الموضوع اللي هنتكلم فيه ده صادم لينا كأبهات وأمهات. أيوه. يعني هو أنا من كتر ما بحب عيالي أبقى بأذيهم أحياناً؟ ببعض الحاجات وكأننا بنعود للأسطورة القديمة، الدبة اللي قتلت صاحبها. صح. هي نفس الحكاية، ولكن هي الحكاية مش الحب. هي المشكلة الميكس اللي ما بين القلق والحب، إن احنا بنقلق على أولادنا فبنديهم إحساس القلق مش الحب. فالناس الأول بتبقى فاكرة إيه؟ إن هما بيعبروا عن حبهم ليكم، لكن هما قلقانين عليكم وعلى مستقبلكم. فبتبان ازاي بقى الحكايه؟ انا عايز اعمل اللي فيه مصلحتك، عشان انا قلقان ان انت اللي تقول، انا قلقان ان انت اللي توافق. احيانا الام بتتدخل في اختيار البنت لشريك حياتها ويفسدوا العلاقه. ليه بقى؟ هي قلقانه لما تبقى سعيده بعد كده، حتى لو هي بتظلمها، بس هي بتقول احسن ما اسيبهم هم اللي يمشوا بدماغهم. طب ايه المعيار يا دكتور؟ يعني ايه اللي بيقول ان ده اذى، والحدود الفاصلة ما بين الأذى واللي مش أذى؟ في حاجة اسمها الاستبداد بالعاطفة، مش إن أنا بديك العاطفة. وبالتالي أنا كنت حريص قوي وأنا بألف الكتاب بتاعي قبل الأخير، كان اسمه الاستحواذ العاطفي. نبهت فيه إلى نقطة شديدة الأهمية، إن أنا ممكن أكون بحب قوي اللي قدامي لدرجة إن أنا شايف نفسي أنا مش شايفه هو. يعني أنا عمال أتكلم عن نفسي في طول الوقت على إني بكلمه، لكن أنا ما بكلموش. أنا بتكلم عن خططي، بتكلم عن حياتي، عامل زي الأب اللي بيجي مثلا جنب ابنه يقول له إيه، أنا لما كنت في سنك عملت كذا، أنا كنت بجيب النمر النهائية في كل المواد، وده ما كانش بيحصل، إنما عشان يدي لك شكل اللي هو عايزه يتطبق. أو شايف إنه هو ما حققش حاجات عايزك أنت تحققها. بالظبط، هو كده. بس بقى لما يكون هو شايف إن أنت عايزاه يحقق حاجات أنا ما حققتهاش، يبقى انا لازم اساعده يحققها واشيل المعوقات من قدامه. مش ان انا ابقى سايبه يبقى جزء وأنا مني. وانا اللي اعمل. بالظبط. وانا التحدي كمان وعقده في الاخر، ويمكن دي بشوفها في كتير من الاهالي بقى عقده ولادهم يعني. ده حقيقي. طيب في دايما الحد الفاصل ما بين الطفوله والمراهقه، وهنا بيجي البانيك للاهالي لان هم عدوا مرحله المراهقه قبل كده وشايفين ان دي المرحله بتاعت الثوره، فيبتدوا يستعدوا هم بقى اسلحه، عندهم ترسانه كده بتاعت انا عارف انت هتعمل ايه، انا عارف انت هتعمل ايه. وبيوصل المرحلة الموضوع بيبتدي يبقى فيه كتير من الشد، كتير من الغضب، كتير من الرفض من قبل السمع، لان هو شايف ان هو تينيجر، فهو دلوقتي على طول هيبقى بيهبل، وفي بقى استحواذ زياده. بالظبط. فالولد بيلاقي، وده يمكن حصلت ناس كتير جدا، بيلاقي انه فجاه من ان هو كان طفل بيتعامل بالحب وبيتعامل بالرفق وباللين وبالحنيه وبالاحتواء الى عدو، الى شخص منتظر منه كل غلط، وبيقابل بالهجوم وبيقابل بالعدوانيه من ابوه او امه اللي كانوا لسه اول امبارح بيبلعوا له الزلط. يعني بيقول ده كلام صحيح. ايه اللي بيحصل؟ بتظهر الشخصيه متاخره شويه للاب والام، اسمها العدو الحميم. العدو الحميم هو اقرب شخص ليك، هو حد بيحبك لدرجه انه هو بدا مش يستحوذ عليك، بدا يسيطر عليك. عايزك ما تتكلمش الا من خلاله، عايزك ما تضحكش الا لما تقول له انت بتضحك ليه. علاقه توكسيك زي ما بيقولوا. ده مش بس كده، ده هي لو عيطت لاي سبب انا ما قلتلكيش حاجه عشان تعيطي، فينقلب للايه؟ للعكس. يعني بدل ما يحضنها وياخدها في حضنه بنته يهاجمها. بالظبط كده، ويقول لها يعني ايه تعيطي، ويبقى عنيف لدرجه انها بتمتنع عن العياط بس عشان هو يبعد عنها وما يأذيهاش، مش علشان خاطر خوفا منه. يعني هنا بقى ما بتبقاش العلاقه دي علاقه سويه، لان الاب والام ما قعدوش مع متخصص قبل ما ينجبوه.